وصلنا الآن إلى الدرس 21 وكلمتنا لهذا اليوم من هذا الكورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين هو الكلمة address. address. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة، ولكن قبل هذا دعونا نستعد. get ready. اجهز. write all the phrases. اكتب جميع العبارات. so you need a notebook. حضر الكراس. a pencil. قلم. just 2 minutes. فقط دقيقتين. and say after me 5 times aloudly. كرر خلفي هذه العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها. اشترك الآن أيضا، اضغط على subscribe وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس بالتسلسل، واضغط إعجاب على هذا الفيديو. وهيا لنبدأ. address. address لديه الكثير من المعاني، تأتي بمعنى عنوان أو خطاب، براعة، وإذا تأتي بمعنى فعل أيضا عنون أو خاطب أو جمع. المثال الأول: I think you need to address those remarks to him. I think you need to address these remarks, those remarks to him. وهذا المعنى لهذه الجملة. ننتقل للمثال التالي: She is gone from this address. She is gone from this address. She is gone from this address. حاول أن تكرر خلفي هذه العبارات لتحفظها باللفظ الصحيح. المرادفات، مرادفات كلمة address: heading, heading; letter, خطاب أو تعتبر رسالة; skill, براعة أو مهارة; skill; direct, direct, عنونة; direct. وأهم العبارات المستخدمة بها كلمة address: please fill in your full address. Please fill in your full address. يرجى ملئ عنوانك الكامل. Please رجاء fill in your full address. Full address عنوان الكامل. العبارة التالية: considerable address عنوان هام أو عنوان كبير. Current address. Current address. Current address العنوان الحالي. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لكم على المتابعة.